هل يوجد عمل معين لا يحبه الله بحيث أن الصلاة لا ترتفع ولا تقبل؟ نعم، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله دعاء من قلب لاهن، لا يقبل الله صلاة دعاء من قلب لاهن، هذا دعاء لا يحبه الله ولا يقبله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة الرجل، قال: يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها، ويصلي الرجل وليس له من صلاته إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فنعم، ممكن تكون صحيحة ومقبولة، لكن ليس فيها أجر والعياذ بالله.